أهلا بكم من مشاهدينا لحلقة جديدة من برنامج المشهد، نتناول فيها اليوم إلغاء زيارة الرئيس التونسي زيارته إلى موريتانيا وتأثير ذلك على التكتل المغاربي الجديد. إذن يلغي زيارته إلى موريتانيا الرئيس التونسي قيس سعيد، يأتي ذلك بعد رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حضور لقاءات تكتل في تونس ليس المغرب مدعوا فيها كما فسرته صحف ومواقع موريتانية. صحيفة أنباء أنفو الموريتانية ذكرت أن إلغاء الزيارة جاء ردا على رفض رئيس موريتانيا المشاركة في دورة تونس من الاجتماعات المغاربية بين كل من الجزائر، تونس وليبيا. الرئيس الموريتاني لم يحضر من قبل أول هذه الاجتماعات في الخاصة بالتكتل في العاصمة الجزائرية شهر مارس الماضي. من جهتها ما يزال المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ضرورة العمل على تفعيل دور الاتحاد المغاربي في رفض ضمني على خطوة التكتل. نسأل اليوم في المشهد، هل ستنجح الجزائر في عقد أول اجتماعات التكتل المغاربي في تونس في ظل العزوف الموريتاني الليبي الظاهر؟ كيف ستؤثر هذه المواقف على العلاقات بين تونس ونواكشوط والعلاقات بين الجزائر ونواكشوط وطرابلس؟ وأي مجال بقي للجزائر لتفعيل التكتل الحالي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة؟ نطرح كل هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا بعد الوقوف مع هذا التقرير الزميل نبيل عبد اللاوي. الرئيس التونسي قيس سعيد تأجيل زيارته إلى موريتانيا التي كان يحضر لها منذ أشهر إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المشاركة في تكتل مغاربي جديد يقصي المغرب وفق معطيات تخص هذا الإلغاء. واتفقوا على عقد لقاء دوري يجمعهم كل 3 أشهر يبحث مسائل التكامل الاقتصادي والتحديات التي تواجهها الدول التي ترتبط معا بحدود شاسعة في ظل أوضاع إقليمية مضطربة، وهو التكتل الذي رفض الرئيس الموريتاني ولوجه في غياب المغرب قبل أن تنسحب منه ليبيا بدورها. ويبدو أن رفع الرئيس الموريتاني الفيتو في وجه دورة تونس من الاجتماع المقترح دون المغرب أزعج الرئيس التونسي الذي أقدم على إلغاء زيارته إلى نواكشوط كرد فعل، خصوصا وأن ولد الغزواني امتنع كذلك عن حضور اجتماع مغاربي مماثل دعا إليه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون شهر مارس الماضي بالعاصمة الجزائر. رفض موريتانيا حضور اجتماع ما بعد رمضان في تونس وفق متابعين يأتي تأكيدا على قرارها الثابت بعدم المشاركة في اجتماعات ذات طابع مغاربي لا يحضرها المغرب. وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت مطلع العام الجاري على هامش استقبال رئيسها قيس سعيد لمحمد سالم ود مرزوق وزير شؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في الخارج عن زيارة مرتقبة إلى نواكشوط شهر أفريل الجاري. إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيوفي هنا في الأستوديو الأستاذ علي بن عرفة الدبلوماسي التونسي السابق، أهلا وسهلا بك سيد بن عرفة، ومن العاصمة الليبية طرابلس الدكتور إسماعيل محمود الرملي الأستاذ الجامعي والباحث الشؤون السياسية والاستراتيجية، أهلا وسهلا بك أستاذ الرملي. وأبدأ معك أستاذ بن عرفة، إذن كيف يمكن أن يقرأ دبلوماسيا أن تؤجل زيارة الرئيس قيس سعيد إلى موريتانيا فيما فهم من أنه رفض للرئيس ولد الغزواني من حضور اجتماع المتعلق بالتكتل المغاربي في تونس؟ هو في الحقيقة واضح أنه ردة فعل من رئيس قيس سعيد تجاه الموقف الموريتاني بعدم المشاركة في الاجتماع المغاربي المعتزم يعني في تونس بعدما عقد في البداية في الجزائر. ومنذ البداية في الحقيقة الموقف الموريتاني كان واضحا في أنه يعارض يعني إقصاء المغرب من هذا الاجتماع المغاربي واعتقاده، وهي رؤية صائبة وواضحة أنه
لا يمكن بناء يعني اتحاد مغاربي في ظل يعني اقصاء القطب الرئيسي في المغرب العربي وهي المغرب، وبالتالي عقلية الاقصاء سواء كان للمغرب او الجزائر وهؤلاء الركيزتان الاساسيتان اللتان يمكن ان يقوم عليها اي اتحاد مغاربي في المستقبل، فانه اي اقصاء لهؤلاء لهذين الطرفين او لاحدهما فانه في الحقيقة هو نوع من انواع العبث الذي لا يمكن ان يمضي بعيدا في توحيد القوى المغرب العربي. وبالتالي في اعتقادي أن الموقف قيس سعيد هو ردة فعل لا تفتقر إلى الدبلوماسية وتفتقر إلى الخبرة وتفتقر إلى يعني قراءة دقيقة للدبلوماسية التونسية عبر تاريخها الممتد يعني منذ الاستقلال وعبر الرئيس السابق يعني الأسبق بورقيبة، بحيث كانت تونس دائما تنأى بنفسها عن هذا الخلاف الجزائري المغربي وتعتبر أنه هذا خلاف بين الأشقاء، وبالتالي دورها كشقيق من ضمن الأشقاء أنها تتوسط فيما بينهم أن تكون صاحبة يعني أداء سياسي لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء ولكن لا تتورط في هذا الخلاف. قيس سعيد نظرا لي يعني فشله داخليا في السياسات الداخلية أيضا هناك فشل على المستوى الدبلوماسي بحيث أقحم تونس في هذا الخلاف، وكان هناك توتر مع المغرب ثم الآن هناك توتر مع يعني موريتانيا. مع موريتانيا وهو ماضي في هذا يعني يجر تونس إلى عزلة سياسية في الحقيقة. الآن تونس دبلوماسيا تشهد عزلة خارجية، يعني أغلب دول العربية الخليجية هي في يعني عزلة معها. الآن داخل الفضاء المغاربي هناك يعني توتر مع المغرب وأيضا هناك مع موريتانيا، وإن كان الاجتماع يعني التكتل من أجل أن يكون هناك تقارب أكثر، يعني هناك من يقرأ أنه إلغاء الزيارة يأتي في إطار الضغط على موريتانيا، وإن كان الموقف الموريتاني كان معروف منذ مارس الماضي. لا يمكن لتونس أن تضغط على موريتانيا في الحقيقة، وهذا يعني من الضعف في القراءة للتوازنات في المغرب في داخل المغرب العربي. في اعتقاد الذين اتجهوا في اتجاه إقصاء المغرب لا يعلمون دقة العلاقة ما بين المغرب وموريتانيا. أيضا بالنسبة لموريتانيا ربما لديها مصالح اقتصادية مع الجزائر ربما تكون مؤثرة وقد دعيت من طرف الجزائر ولم تلبي، فمن باب أولى كيف يمكن أن تلبي إلى دعوة يعني من طرف قيس سعيد؟ ما هي المصالح المشتركة التي ممكن أن تكون عامل ضغط على موريتانيا من طرف تونس التي هي الآن تشكو وضعا أمنيا يعني متأزما، وضعا ماليا يعني أكثر تأزما، وضعا اقتصاديا يعني ضعيف جدا وهشا، وهي تعتمد على المساعدات يعني من طرف الاتحاد الأوروبي والجزائر تحديدا، وبالتالي فإنه يعني لا يمثل أي ضغط على 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 موريتانيا. فالحقيقة إذا كان هناك ممكن ضغط يمارس على موريتانيا فإنه ممكن أن يمارس من طرف الجزائر، ولكن في اعتقادي أنه حتى الضغط الجزائري لا يمكن أن يؤدي إلى يعني سحب موريتانيا إلى الشق الذي يريد أن يقصي المغرب، لأن لدى موريتانيا قراءة دقيقة للوضع في المغاربي بأنها لا تريد أن تكون على علاقة توتر مع المغرب تحديدا. المغرب في الحقيقة لا يمكن إقصاؤها من طرف الدول المغاربية لأنها لديها علاقات أفضل بدول الخليج، لديها علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي وهي شريك في الاتحاد الأوروبي، أيضا لديها علاقات أفضل مع دول الاتحاد الإفريقي، وبالتالي فكرة عزل المغرب هي في الحقيقة قاصرة. هذه الفكرة قاصرة وذكرنا منذ البداية ومنذ اليوم الأول أنها يعني لا يمكن أن تمضي بعيدا. العلاقات المغربية تبنى استراتيجيا يعني على مدى استراتيجي وليس على مدى يعني أنه تتأسس على بعض الخلافات وبعض التوترات السياسية العابرة، وإنما يجب أن تبنى على منظور استراتيجي، وفي اعتقادي أن موريتانيا من منظور استراتيجي لديها رؤية واضحة في العلاقة مع المغرب. الموقف. وسأسألك أيضا على دوافع الرئيس التونسي لإلغاء هذه الزيارة. أستاذ الرملي، دكتور الرملي من طرابلس، حتى الآن ما زال يتمسك المجلس الرئاسي بأن يكون هناك تفعيل لدور الاتحاد المغاربي فيما يفهم منه أنه رفض لهذا التكتل، حتى وإن كان السيد محمد المنفي قد حضر جلسته المبدئية في الجزائر في 3 مارس الماضي. برأيك هل ستستجيب ليبيا للجلسة المزمعة والتي ترتقب في تونس؟ في تقديري أن ليبيا تتجه إلى إمكانية إعمال موجودة السابقة فيما يتعلق باتحاد المغرب العربي، وهو أيضا قد أهمية لفكرة أنه مهم
شعوب كافة المنطقة وكافة دولها بغض النظر عن مواقفها من بعض، وكان ولا يزال وسيظل لزاما العمل على أن تعمل هذه الدول سوية أو جميعا، بداية على تسوية الخلافات التي بينها والعمل على فتح الطرق من أجل العمل على رحابة صدر في التعامل فيما بينها والسماح دخول الشعوب إلى هذه الدول بدون إجراءات. نتكلم أيضا على أن كثير من الإجراءات المعقدة لا تزال أيضا ما بين هذه الشعوب، بدءا من قطع علاقات ما بين الجزائر والمغرب كلية، مرورا إلى منع الليبيين جميعا من دخول المغرب وهو أمر الثاني، انتهاء أيضا إلى إخفال بوابة رأس جدير في ليبيا، وليس نهاية ما يتعلق ببعد ربما جغرافي ما يتعلق بموريتانيا. ومع هذا ليس لهم إلا قدر واحد والإلزام للعمل على تسوية هذا الإجرام. من الناحية القانونية هناك اتفاقيات سابقة وموقعة وموجودة ولم تلقى، وجيد أن يتم المطالبة بالعمل على تسجيل اتحاد المغرب العربي. وجود التكتلات أو العمل على دعوة الحضور أعتقد بأنه أمر جيدا يدعى، ومن ضمن الدعوات يجب أن يتم نقاش إمكانية تدويب الخلافات فيما بين الأشقاء المسلمين، والعمل على تجاوز الأزمات، والعمل على حل الإشكاليات. إذا لم تستطع هذه الدول حل إشكاليات فيما بينها فلن تستطيع أيضا الولوج إلى العالم الآخر، أو أيضا تحسين مواقفها السياسية والأمنية والاقتصادية الدولية، خاصة نحن نتكلم على عالم أضحى قريب من أن يكون متعدد الأقطاب بعد أن اختفت التعددية القطبية لسنون منذ 1991 بعد انهيار حلف وارس والاتحاد السوفيتي وأيضا وقت عقده، ومن ثم بروز حاليا روسيا كفاعل والصين أيضا كذلك، وأيضا هناك دعوات لمبدأ التعدد. على وعلى هذا هناك ما يجمعهم من مصالح شعوبهم ومن خيراتها أيضا أكثر مما يفرق. وأعتقد جازما بأن بالنسبة لما يتعلق بزيارة قيس سعيد أعتقد بأنها ذات أهمية كثيرة أن تلغى أو تأتي، فهي زيارة تظل نعم مهم بأن تكون هناك تواصل، لكن إلغاء الزيارات إن كانت بناء على مواقف محددة قبل أن تبحث أعتقد بأنها نوع من التعامل في السياسة الدولية بالعواطف بدل الواقع والتعامل على حل الأزمات، يجب أو كان يجب الاستمرار وسيظل واجبا الاستمرار في حل الإشكاليات جميعا دون استثناء. تماما. لكن دكتور الرملي، إن جرى تلبية هذه الدعوة من قبل المجلس الرئاسي في ليبيا في تونس لحضور جلسة التكتل المغاربي، هل يمكن ذلك أن يؤثر على العلاقات بين كل من طرابلس والرباط؟ تقديري أن ليبيا ستستجيب لا شك في هذه الدعوات وتحضر دوما، ربما التحضير والتأكيد ربما يكون كبيرا أو صغيرا، لكن تظل ليبيا تعاني الأمرين من إشكاليات سياسية وتشظي وانقسام حاد شرقا وغربا وعدم وضوح الرؤية السياسية المستقبلية والضعف الفاعل فيما يتعلق بالأجسام الموجودة، فهي ما بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وتظل أيضا تراهن على أنها تريد أن يساعدها هذا المجتمع الضيق وهذا المجتمع في اتحاد المغرب العربي ودوله من أجل تجاوز أزمتها، فهي تعاني أزمة عميقة وعزمة كبيرة. ولزاما القول بأنه ربما حضورها ربما يأتي السيد المنفي أو غيره من الممثلين، لكن في الواقع العملي أيضا يظل حاجزين رئيسيين. الحاجز الأول المتمثل في المفهوم الذي ربما يبنى عنه تكتل دون غياب أطراف فاعلة وجزء فاعل، ثانيا هل سيبحث من ضمن الجدول أيضا تجاوز أو تقريب الجليد فيما بين أو الإسبين التي بين الجزائر والمغرب، لزاما أن يبحث ذلك من زاوية أخرى ما هي الآليات الفعلية والجدول الزمنية التي يمكن فيها فعلا تعبيد الطريق من أجل أن يكون هناك فعلا اتحاد مغرب عربي أو توجه إليه ربما يبدأ اقتصاديا وهو جيد هذا نعم، لكن أيضا المقابل هناك جسور أمنية يجب أن تشد، وهناك أيضا ربما من أجلها جاء تأسيس هذا الاتحاد وإن كان ربما تأسس بطريقة لا تلبي كل
كل الشروط التي تجعله ينجح سعودي. لك دكتور الرملي، أستاذ بن عرفة، برأيك هل كانت هناك دوافع حقيقية للرئيس قيس سعيد لإلغاء هذه الزيارة فقط لأن رئيس ولد الغزواني يقرأ من موقفه من أنه لن يحضر هذا الاجتماع للتكتل؟ يعني إذا كان اجتماع تكتل من أجل توحيد المنطقة ومد الجسور أكثر، كيف يمكننا أن نخلق ربما قطيعة جديدة بين تونس وموريتانيا فقط لأنه لن يحضر هذا التكتل الاجتماعي؟ هو رد فعل يعني عاطفي، يعني رد فعل تلقائي لا يتأسس على رؤية دبلوماسية ومشروع يعني ورؤية واضحة لإدارة الدبلوماسية التونسية، وهذه رؤية مفتقدة في تونس الآن منذ تولي قيس سعيد زمام الأمور بالنسبة للدبلوماسية التونسية. ولذلك نجد أنه الكثير من التوترات مع الأفارقة، مع المغرب، مع دول الخليج، مع الاتحاد الأوروبي، مع يعني المؤسسات المالية الدولية، نظرا لغياب هذه الرؤية وأيضا يعني إرادة تجاوز يعني ما ترسخ تاريخيا من طريقة في الأداء الدبلوماسي التونسي. ولذلك هو يريد أن يقود الدبلوماسية بنفسه وبسياسات عشوائية مثل ما يدير شؤون البلد، فإنه في نفس السياق يدير الشؤون الدبلوماسية، ولكن هذا يكلف تونس غاليا للأسف الشديد. في اعتقادي أنه للجزائر نفوذ كبير الآن على قيس سعيد نظرا لفشله السياسي في إدارة الأزمة التونسية، للأزمات المتلاحقة على المستوى السياسي الأمني الاقتصادي، ولذلك فإنه ملاذه الوحيد من هنا على الأقل إلى أن يؤدي الانتخابات القادمة، فإنه في حاجة إلى الدعم الجزائري وفي حاجة إلى الجزائر أن تسانده في هذه المرحلة، لأنه يفتقر إلى الحزام الذي يمكن أن يساعده في إدارة شؤون البلاد من هنا إلى أن ينجز الانتخابات. وبالتالي فإنه يقدم هذه الخطوة يعني تقربا إلى الجزائر، وفي اعتقادي أن الجزائر استطاعت إلى حد ما يعني إزاحة النفوذ الإماراتي في تونس، لأن الإمارات تريد أن تخلق الكثير من المتاعب خاصة للجزائر في محيطها الإفريقي ومن ضمنها تونس، والجزائر استطاعت إلى حد ما أن تحد من النفوذ الإماراتي وجذبت قيس سعيد إلى يعني إلى جانبها في مواجهة يعني النفوذ الإماراتي. وقيس سعيد يعني ليس له الآن من داعم الجزائر، وللأسف الشديد فإنه يعني مرتهن بالكامل إلى الجزائر. نحن يعني أعتقد أنه من الجيد أن يتخذ قيس سعيد مسافة مع الإمارات وأن يقترب أكثر من الجزائر، ولكن ليس إلى حد الارتهان خاصة في إدارة علاقات تونس الخارجية مع دول مغاربية مثل المغرب ومثل موريتانيا. في الحقيقة من المفروض أن يكون هناك كوابح ولا أن لا يمضي بعيدا في هذا المسار تماما. وما تشير إليه ربما من أنه كان هناك تأثير جزائري على الموقف الرئيس التونسي قيس سعيد للذهاب نحو موريتانيا في هذه الزيارة، أليس من المفارقة أن يكون الجزائر تأثير في حصر الدولة الإماراتي وهو من هو ما نعرفه خلال العشرية الماضية في تونس، ولا تستطيع أن تؤثر على موريتانيا في أن تكون في هذا التكتل أو أن توظف هذه الزيارة من أجل ربما تليين الموقف الموريتاني لأن تلبي الموقف الموريتاني محكوم بالعلاقة ما بين الجزائر والمغرب، وبالتالي عليه أن يوازن في هذه العلاقة بحيث لا يغضب المغرب وفي نفس الوقت لا يغضب الجزائر. ولكن بالنسبة إلى تونس، وضعها الانقلاب الذي تم في تونس أضعف من مكانة تونس الدولية، وأدى بنا في النهاية إلى هشاشة في الوضع الداخلي السياسي والاقتصادي والمالي، وبالتالي فإنه يعني مرتهن بالكامل إلى الخارج. ويعني كما ذكرت فإنه في هذه الخطوة قيس سعيد يمضي بعيدا بحيث يلغي زيارة مع الأشقاء في موريتانيا نظرا لأنه يريد أن يمضي في المشروع أو في الفكرة الجزائرية في بناء تكتل مغاربي. وفي اعتقادي أنه بداية التكتل كانت صحيحة باعتبار أنه الذي صدر عن الجزائر هو أنه تكتل لمصالح اقتصادية وأمنية، وفي هذا الاتجاه هو جيد لأن تونس والجزائر وليبيا لديها حدود مشتركة، وبالتالي مضطرة إلى تعاون أمني ومضطرة أيضا بالنسبة لتونس في حاجة إلى تعاون اقتصادي. وفي هذا أساسا يعني عمليات أمنية خلال العشرية الماضية. أستاذ بن عرفة سأعود إليك. دكتور الرملي، في تقديرك
إذا ما تبنى المجلس الرئاسي الليبي موقفا مماثلا للموقف الموريتاني، هل يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على العلاقات بين ليبيا وبين الجزائر؟ وكيف تتصور هذا التكتل بعد انحسار ليبيا عنه؟ بتقديري أن اتخاذ موقف بهذا الحجم من قبل ليبيا في وضعها الحالي الهش لا أعتقد بأنه سيكون، وحضور ليبيا أعتقد بأنه إن عقد هذا المؤتمر وأجري الدعوة فأعتقد بأنه سيتم الحضور وهو مؤكد، لكن أيضا في المقابل ربما أن ما يصدر عنه وما يفتقد من إجراءات في دعوات أيضا إلى إمكانية توسعة الدائرة والعمل على تفعيل قواعد ما يتعلق باتحاد المغرب العربي، مع أن الاتحادات كانت سلمية لأنها ربما كانت حينها ربما كانت حبرا على ورق استغلت سياسيا وأمنيا، واستغلال القذافي لها باستجلاب أيضا حتى المعارضة له اعدامهم ليبيا من قبل السابق، وأيضا هناك إشكاليات أخرى. لكن فيما يتعلق بالوضع الفعلي لهذه الشعوب التي كتب الواقف أنها تصيرها واحدة، تتكلم على ليبيا وأيضا تونس والجزائر والمغرب وثانيا وفريقا، لزاما أن يكون هناك وجه إلى خلق نوع من الالتفاف الاقتصادي والأمني والسياسي والمشتركة من أجل خير شعوبها جميعا ومن أجل خير هذه الدول جميعا، وحتى تنمو ربما يبدأ من الناحية الاقتصادية. الآن نتكلم على أنه لا علاقة فعلية ما بين المغرب نهائيا، وأيضا لا علاقة بالنسبة اقتصادية ربما توقفت بشكل كبير من خلال ليبيا وتونس بعد إغلاق معبر رأس جدير، ربما الآن يعمل فقط معبر وازن بإيبا. وأيضا فيما يتعلق بالتعامل ما بين الاقتصادي ما بين ليبيا والجزائر مقبلة الأمور، ولا توجد أيضا حتى الطيران فيما بين الدولتين، الأمور ليست بهذه الزاوية. لزاما أن يكون هناك عمل دؤوب وهناك قرارات جريئة، وأن يكون هناك احتضان ومحاولة قدر الإمكان لحل الإشكاليات مهما كانت الخلافات. ألمانيا عندما أنهت الحرب أو انتهت الحرب رجعت إلى إمكانية أن يكون هناك، أو الدول الأوروبية التحمت فيما بينها في بناء أو إعادة بناء اللحمة في اتحاد أوروبي ضم ما ضم من هذه الدول، ولذلك لزاماً تناسي الخلاف مهما كان. ومع هذا ولكن تبدو الخلافات أقوى. دكتور الرملي سأعود إليك، أسعد باستقبال ضيفي من باريس الدكتور محمد تورشين الباحث في الشؤون الإفريقية، أهلا وسهلا بك دكتور تورشين. إذن كيف يمكن ربما النظر إلى تكتل يتأسس من أجل أن يكون هناك تحدي للظروف الإقليمية الأمنية والاقتصادية، وإذا به مع بداية أو أولى تجمعات يكون هناك ما يشبه الخلافات السياسية، وهو الذي أصلا لم يجمع كل دول المنطقة؟ في البدء التحية لك وكذلك للسادة المشاهدين الكرام وضيوفك الأكارم، وكل عام وأنتم بخير. هي طبعا فلسفة أو مفهوم التكتلات الإقليمي هو مفهوم مهم جدا وظل يتطور على مدار السنوات الأخيرة. فإذا نظرنا إلى القارة الإفريقية فبنجد أنه الاتحاد الإفريقي هو التكتل الكبير أو الأكبر. في الاتجاه الآخر بنجد أن دول شرق أفريقيا لديها تكتل الإيجاد، ودول غرب أفريقيا لديها الإكواس، ودول وسط أفريقيا لديها الإيكاس، ودول جنوب أفريقيا لديها السادك. فكل هذه التكتلات ظلت حاضرة، وحتى في دول الدول المغاربية كان هنالك تكتل الاتحاد المغاربي الذي تكون في 1989، لكن ظل خاملا نتيجة للتقاطعات والخلافات الكبيرة بين المغرب والجزائر. فبالتالي هذه كانت هي محاولة الآن في مطلع هذا العام بإنشاء تكتل مغاربي جديد يكون نواة للتكامل الاقتصادي ونواة لاستقرار اقتصادي واجتماعي وأمني. لكن يبدو أن الصراعات الطاغية أو تباين المواقف البائن بين المغرب والجزائر انعكس بشكل مباشر على هذه المسودة الأولى لهذا التحالف، الأمر الذي جعل إنه دولة كموريتانيا تحجم بشكل أو بآخر في المشاركة في هذا التحالف منذ الوهلة الأولى. كذلك بنرى أن ليبيا ممثلة في
في المجلس الرئاسي، كانت حاضرة في الاجتماع الرئاسي الذي جمع الرئيس التونسي وكذلك الرئيس الجزائر والرئيس، باعتبار أن محمد المنفي يمثل أيضا الرئاسة الليبية، لكن سرعان ما وجدنا أن الجانب الموريتاني غائب وكذلك الجانب المغربي. فأنا في تقديري هذا التكتل لن يمضي قدما نحو الأمام في تحقيق الغايات المرجوة منه، سواء كان التكتل يعالج قضايا التقاضي أو التعاون في كثير من القضايا سواء كان الأمنية والسياسية، لأن أنا في تقديري قضية الصحراء هي ظلت قضية محورية فيما يتعلق بالتحالفات بين الدول المغاربية، فبالتالي أعتقد أن الدول المغرب العربي ربما تكون في إطار تحالف ضعيف جدا غير فاعل كغيره من التحالفات الإقليمية الأخرى. لكن أن يقدم الرئيس التونسي على إلغاء زيارته التي كانت مبرمجة لموريتانيا بناء على مفسرة على أنه رفض للرئيس الغزواني لحضور اجتماع هذا التكتل في تونس، ألا يمكن أن ربما يحدث ربما ندوب أكثر في العلاقات في المنطقة المغاربية أكثر مما هي موجودة منذ تأسيس الاتحاد المغاربي؟ هو بلا شك أنا في تقديري رد فعل لغياب موريتانيا من الفعاليات المرتبطة بهذا التكتل المغاربي الجديد، لكن لا أعتقد أن موريتانيا ستتعامل بردات فعلها كذا، لأنها تعلم تماما أن موقفها الذي يميل إلى الحياد بشكل كبير جدا وسيفسر بشكل أو بآخر، وربما سيواجه بتحديات حقيقية من قبل الدول الفاعلة، فسواء كان تونس أو الجزائر. فحتى إن حضرت هذه القمة أنا في تقديري ربما أيضا المغرب سيكون لديه رد فعل مختلف، فموريتانيا تدرك تماما تحديات وحجم موقفها، فلذلك أنا أعتقد أن الموقف الموريتاني يميل إلى الحياد، وأعتقد أن أيضا المغرب تدرك تماما حجم ربما المشاركة في هذا التحالف، ربما أيضا يقلص دورها كنت أو كقوة مؤثرة لديها مواقف تتقاطع مع الجزائر. فأنا في تقديري الثنائية أو التحولات السياسية لكل دولة من الدول المؤثرة في المنطقة المغاربية سيكون لها تداعياتها وتبعاتها فيما يتعلق بهذا التحالف والانخراط فيه بشكل جاد. تمام، سأعود إليك دكتور ترشين. أستاذ علي بن عرفة، في العرف الدبلوماسي كيف يمكن أن يؤثر إلغاء زيارة دبلوماسية زيارة رسمية على مستوى الرئاسة بين كل من تونس وموريتانيا، كيف يمكن أن يؤثر على البلدين في غياب أسباب تبرر هذا الإلغاء؟ يعني يعود إلى المبررات التي يمكن أن تقدمها الدولة التي هي يعني ألغت الزيارة، ما هي المبررات الرسمية التي يمكن أن تقدمها لهذا الإلغاء؟ لا أعتقد، يعني هذه من ضمن القراءات السياسية والإعلامية أن هذا الإلغاء نتيجة لرفض موريتانيا الحضور، ولكن الدبلوماسية التونسية أكيد ستقدم أسباب أخرى ربما تعود إلى يعني برنامج الرئيس، ربما إلى أشياء أخرى تتعلق بصحته أو أي سبب من الأسباب لا يعود مباشرة إلى أنه نتيجة لرفض موريتانيا المشاركة، وبالتالي فإنه هذا، لكن موريتانيا ستفهم أسباب هذا الإلغاء للزيارة، ولكن موريتانيا يعني هي تنأى بنفسها عن هذا الخلاف الجزائري المغربي، وفي نفس الوقت فإنها سوف لن يستدرجها الموقف التونسي في اعتقادي إلى أن تتخذ موقفا متطرفا، وبالتالي هي في الموقف السليم من حيث المبدأ بأنها لا تريد أن تكون لها علاقات متوترة مع الأطراف المغاربية ومن ضمنها تونس، وبالتالي سوف لن تكون لديها ردة فعل ربما قوية، ولكن الخاسر هو الموقف التونسي، هي تونس في الحقيقة هي الخاسر من هذا الموقف الذي يبدو يعني مرتهنا بالكامل إلى الموقف الجزائري، حتى الجزائر في الحقيقة ربما لم يصدر منها موقف بهذا الغلو تجاه موريتانيا، رغم أن موريتانيا رفضت الحضور إلى قمة الجزائر، ومع ذلك في اعتقادي ربما ما كان للجزائر أن تلغي زيارة رسمية لرئيس الدولة إلى موريتانيا، ولكن هذا يعني الموقف التونسي الذي يبدو يعني نشازا وخارج السياق وخارج التقاليد الدبلوماسية التونسية، فإنه يعني سيظل ضمن المشهد العام التونسي منذ الانقلاب بحيث مشهد نشاز كله ولا يؤخذ بجدية، مثل ما لم تأخذ المغرب الموقف التونسي باستقبال رئيس الجمهورية يعني رئيس البوليزاريو، بحيث يعني الدبلوماسية الراسخة في المغرب وفي
وفي موريتانيا فإنها ستتعامل مع هذا الموقف أنه موقف عابر في الدبلوماسية التونسية وسوف يمضي مع الانقلاب. طيب في ثاني الظاهر هو يخلق اصطفافات جديدة في المنطقة أو يبرزها أكثر، كيف يمكن أن تتعامل معها تونس مستقبلا؟ يعني لا يمكن التكهن بكيفية تعامل قيس سعيد، لأننا ذكرنا منذ البداية أنه ليس هناك رؤية استراتيجية وليس هناك يعني تمسك ب يعني الخطوط الرئيسية في الدبلوماسية التونسية، وبالتالي نحن في مرحلة انقلاب، في مرحلة نشاز، ولا نستطيع أن نتوقع ما هي الخطوات القادمة من طرف رئيس الدبلوماسية التونسية تجاه يعني الدول المغاربية، ولكن هي خطوات في المسار الخاطئ الذي يمضي فيه قيس سعيد، وفي اعتقادي أنه لن يكون هناك يعني مدى بعيد للمضي بهذه الخطوات في العلاقة مع يعني هذا التكتل الذي هو منتهي منذ اليوم الأول في الحقيقة. وذكرنا أنه يعني الجزائر تقيم تكتلا مع شبه دولة ويعني وضع في تونس الذي هو دولة وضع منهار تماما اقتصاديا وماليا وسياسيا، وليس هناك استقرار سياسي وليس هناك يعني وضع اقتصادي مستقر، وبالتالي فإن الجزائر في هذه الخطوة في الحقيقة كانت متسرعة إذا كانت النية هي إقصاء المغرب وبناء تكتل مغاربي، أما إذا كان هو استمرار لعلاقات أمنية اقتصادية فإنها خطوة يعني يمكن أن تمضي يعني في اتجاهها المرسوم وهي ممكن أن تؤدي إلى نتائج. تماما، شكرا جزيلا لك أستاذ علي بن عرفة الدبلوماسي التونسي السابق، هذا ما يسمح بوقتك البقاء معنا، شكرا جزيلا على مشاركتنا هذا جزء من النقاش. دكتور الرملي، برأيك ما الذي تعول عليه ليبيا في الانضمام لهذا التكتل، وما كنت تقول بأنه قد تلبي هذه الدعوة لحضور الاجتماع في تونس إذا كانت موريتانيا مصرة على موقفها الأول، وإذا كان التصريحات وربما التقييمات لهذا التكتل أنه لا يعول عليه في أن يكون محض جمع للمنطقة بل هو تفرقة أكثر؟ نعم، ذهبت ليبيا على حاولت قدر الإمكان التمسك بإمكانية التوجه إلى كافة المحافل من أجل علاج إشكالياتها قبل، ومن ضمن إشكالياتها في أن تطلع هذه الدول المشاركة في رؤيتها في حل الإشكاليات السياسية التي تعانيها والإشكاليات الأمنية، ولا شك أن هناك شراكة حدودية وشراكة اقتصادية وأمنية ما بين هذه الدول. فمع القول بأن اتحاد لا يضم جميع دوله أعتقد بأن بلاده سيكون عسيرا إن لم يكن مستحيلا، ولكن مع هذا وذاك ليبيا عندما تحضر ربما ستحضر لكن بحجم التمثيل أولا ربما لا يكون عاليا أو يكون، ومع هذا وذاك ربما تتم علاج الإشكاليات والخلجات. تكلم بشكل حقيقي أن وجود نوع من التكتل لدى أمر محمود، خاصةً وأنه يعالج الإشكال الأمني والاقتصادي والسياسي والتنقل وآليات أيضاً ربما يتم فيه من خلاله العمل على حزمة من الاتفاقيات والعمل على إخراجها للوجود، مع أن ليبيا هشة في وضعها السياسي حالياً باعتبار أن الأجسام الموجودة التي يمكن أن تتخذ قراراً أو تتخذ إجراءاً أو توقع إجراءاً حقيقة هي أجسام الأمر الواقع أكثر منها أجسام اختارها الليبيون، والأمر السياسي ربما يتم أيضا من خلال هذا المؤتمر مساعدة الليبيين على تبني مواقف دولية ومساعدتهم على الخروج من هذا الوحل، لأن ليبيا تمر بمأساة سياسية، واليوم كانت هناك إحاطة للسيد عبد الله باتيلي أمام الأمم المتحدة، إن الواقع مجلس الأمن لم يأتي بنتيجة ولم يبدي حتى رغبة. تماما، ومعروف الموقف المتعثر والمسار المتعثر في ليبيا. سأعود إليك دكتور الرملي، أسعد باستقبال ضيفتي من العاصمة الموريتانية نواكشوط الأستاذة زينب بنت التقي النائبة البرلمانية. أهلا وسهلا بك أستاذة زينب بنت التقي. إذن للمرة الثانية يظهر الموقف الموريتاني الرافض للانضمام لهذا التكتل، بتقديرك على ما تعول موريتانيا في التمسك بهذا الموقف، وهل يمكنه أن يؤثر على علاقاتها بعد تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس التونسي إلى نواكشوط؟ هل يمكن أن يؤثر على علاقاتها مع تونس مستقبلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر القناة المغربية على تحت الفرصة. أعتقد أن العلاقات الموريتانية التونسية علاقات ضاربة، وعلاقات أصفها بأنها علاقات وجودية كما كل علاقاتنا مع أشقائنا في المغرب العربي، وبالتالي لا أتوقع أن تتأثر هذه العلاقات، لأنها كما قلت علاقات ضاربة وعلاقات وجودية وعلاقات مصيرية، لن تتأثر بهذه الأجواء لأنها
العلاقات باقية، وهذه المواقف يمكن أن تتغير، ويمكن حتى أن تتغير الأنظمة. وبالتالي البقاء للشعوب والبقاء لأرادتها في التكتل. المغرب العربي حلم يسكن كل حلم جميل ومشروع، وعليه رهانات تنموية كبرى يسكن كل الشعوب المغاربية. وبالتالي أعتقد أن أي خطوة أو تكتل على غير هذه الأرضية لا أعتقد أن له أفق واعد، وعلى الأقل أفق يسمح له بالمواصلة أو حتى بالنجاح. بالتالي أعتقد أن البلد أن الموقف الموريتاني ينسجم مع موقف الموريتانيين قيادة وشعبا، موقفهم من هذا الحلم كما قلت. وقد يسألني السائل لما نتحدث عن الأحلام ونحن في هذا الواقع المعقد. أعتقد أن كل عمل يشكل رافعة لاتحاد هذه الشعوب واتحاد هذه الدول في عالم أصبح يضيق بالذين لا يتكتلون ولا يشكلون قوى ضاغطة، أي تكتل لا يمكنه أن ينظر إلى الأزمة الليبية، وينظر كذلك لبعض بنيات الطريقة التي يصر عليها بعض الشقاء في بعض دول المغرب العربي حل بعض القضايا الجازمة على صدر هذه الشعوب. أعتقد أنه يكون الحديث عن تكتل فيه إقصاء طرف أو دولة من دول المغرب العربي، أعتقد أنه يكون يعني من الصعوبة تسويقه. تماما. لكن سيدة موريتانيا حريصة على الاتحاد والتكتل في إطار دول المغرب العربي ومع الأشقاء، لكن ذلك التكتل الذي لا يلقي طرف ولا يصر على التنكر للمشاكل بعض الدول ومعاناتها. تماما أستاذة بنت التقي. نعم أستاذة، لكن ربما يفهم من الموقف الموريتاني أنه اصطفاف مع المغرب، هل برأيك يمكن أن يتسبب ذلك في ربما رسم علاقات جديدة بين موريتانيا وبين الجزائر وتونس مستقبلا؟ لا أعتقد. موريتانيا أصرت دائما وحاولت دائما أن تكون أن لا تمتجرها لصالح بعض الصراعات بين الأشقاء، وبالتالي لا يمكن لمصف أن يصف أي موقف تتخذه موريتانيا بأنه اصطفاف مع هذه الدولة عن تلك. الكل أشقاء، والكل تربطنا به مع علاقات مصيرية، والكل كذلك تربطنا به علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية، ولنا رهانات مع العلاقات به. وبالتالي أعتقد أن أي مغرب عربي لا تكون فيه المملكة العربية أنه طرح غير واقعي وطرح غير منصف وطرح كذلك يضرب الروح الوحدوية في العمق. أعتقد أن التكتل المغرب العربي جديد، ونحن كانت لدينا تلك التجربة التي يمكن ترميمها، يمكن إصلاحها، يمكن حتى القضاء ونقاش كل القضايا التي جعلتها تجربة متعثرة، أولى من خلق كيان آخر يقصي دولة أصيلة ودولة يعني لا يمكن تجاهلها في اتحاد المغرب العربي. أنا الأوان أعتقد أن الرسالة الموريتانية التي تم إلقاؤها في مرمى كل الأشقاء هو أنه آن الأوان لأن نحل كل مشاكل البينية بين دول المغرب العربي. تماما. وربما هذا يبدو هدفا يأخذ مدى زمنيا طويل جدا. أستاذ بنت التقي سأعود إليك. ترشين، برأيك هل يمكن اليوم مع صعوبة أن يكون هناك اجتماعات كما كان في مارس على خلفية قمة الغاز، هل يمكن للجزائر أن تقف على حقيقة صعوبة أن يكون هذا التكتل حقيقة على أرض الواقع بعد الرفض الثاني لموريتانيا وبعد ما يفهم على أنه ربما توتر للعلاقة بين تونس وموريتانيا؟ أنا في تقديري الموقف الجزائري يعلم تماما تحديات مثل هذه الخطوة المغرب، وأنا في تقديري هذا الموقف الجزائري ربما هو رد فعل طبيعي للأدوار التي لعبتها المغرب مؤخرا فيما يتعلق بقضية الغاز الإفريقي وتفضيل الممر الذي يمر بالمغرب على الجزائر. كذلك يمكن قراءته أيضا في المؤتمر الأخير الذي استضافته المغرب لدول الساحل الإفريقي، إمكانية تسهيل الطريق لدول الساحل الإفريقي في
الولوج إلى الأطلسي. فالآن أعتقد أن الدور الذي أصبحت تلعبه المغرب أيضا بالعلاقات مع إسرائيل وكذلك الحضور الإماراتي أطاقي في منطقة الساحل الإفريقي وذلك كله بالتنسيق مع الجانب المغربي، أنا أعتقد هذا النقاط أثارت حفيظة الجانب الجزائري بشكل كبير جدا، مما استدعى فكرة أن تكون هنالك نواة جديدة لكيان خليجي، كيان عذرا مغاربي يستثني الجانب وكذلك يجعل الجزائر هي قوة مؤثرة في المغرب العربي كما كانت مؤثرة في 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 منطقة الساحل الإفريقي وبعض الدول الإفريقية. فهو الصراع صراع على مكامن القوة وصراع على الأدوار التي يمكن لكل دولة أن تلعبها، وكل دولة بلا شك تزعى بشكل أو بآخر أن تنسك تحالفات وكذلك كيانات حتى تصبح هي أكثر نفوذا وقوة في أفريقيا وفي المنطقة المغاربية بشكل عام. فأنا في تقديري الجزائر هي مدركة تماما لحجم التحديات وكانت ربما تعلم أن موريتانيا ستقاطع هذه الجلسات أو هذا التحالف. طيب إذا كانت تدرك علني. ذلك نعم دكتور تورشين، إذا كانت تدرك ذلك فما قيمة أن تمضي في هذا التكتل إذا كان ربما لن يبقيها إلا وحيدة مع تونس في ظل عدم وضوح الموقف الليبي حتى الآن؟ هو بلا شك هي تزعى بشكل او باخر ان تكون ان يكون هنالك تحالف باسم الكيان مغاربي او تكتل مغاربي بغض النظر ان كانت موريتانيا موجوده او لا، باعتبار ان الدول المغاربيه ان كانت الان ليبيا موقفها ولو نسبيا منقسم او جزء يدعم هذا الكيان المغاربي بلا شك سيكون ثلاثه من خمسه هو عدد لا باس به. فحسابات السياسه تقوم هكذا، يعني باعتبار ان تدرك تماما ان المغرب الآن لديها أدوار كبيرة أصبحت بعد أن استأنفت وعادت إلى الاتحاد الإفريقي أصبحت تلعب أدوار مهمة جدا في أفريقيا بشكل عام لا سيما أفريقيا جنوب الصحراء. فبالتالي في ظل محاولة الجزائر أن تكون حاضرة وأن تعيد النظر في هذه الاستراتيجية المغربية الجديدة التي ربما تزاحم الجزائر في كثير من المواقع الجيوستراتيجية التي تتمتع بها الجزائر لا سيما في دول الساحل الإفريقي، لا ينبغي أن تكون هنالك تحالفات جديدة وهنالك رؤى جديدة، كل ذلك في إطار التنافس والصراع الجيوستراتيجي بين المغرب والجزائر. تماما. دكتور الرملي، بالنسبة لليبيا التي تعرف انقساما منذ عقد من الزمن، إلى أي حد يمكن أن يؤثر هذا الاصطفاف والدخول في هذا التكتل الذي ربما لن يكون بنفس الموافقة على مستوى الشرق الليبي مجلس النواب؟ هل يمكن أن يتسبب في إحداث أزمات داخلية أخرى على المستوى السياسي بين بنغازي وطرابلس؟ تقديري بالنسبه للسياسه الخارجيه في ليبيا تظل هشه الى الان، لان المواقف عباره عن نوع من المواقف الروتينيه، حضور دون ان يكون له كبير اثر، لكن ربما الالتماس محاوله حلحل فريق الدوله الليبيه من زاويه خاصه الوضع السياسي الردي، وايضا محاوله استمراريه نفس المواقف من اجل العمل على لمسه الحر. لم تغب ليبيا ولا اعتقد بانها ستغيب على مواقفها وعلى ما يتعلق بالاجتماعات، لكن الى اي حد يمكن القول بأن هذه الاجتماعات ستكون فعلة؟ يظل الليبيون حقيقة حريصون كل الحرص على أن تكون هناك تحديات أو محاولة للتحولات أو جمع للكلمة، لكن تظل من بداية جمع الكلمة أن لا يتم التفريق من خلال إقصاء أو إبعاد مهما كانت الأسباب والمسببات، وبداية يجب أن يكون هناك توجه إلى إمكانية العمل على تهيئة الظروف لإرجاع العلاقات فيما بين الأشقاء، ومن زاوية ثانية التوجه إلى إمكانية تطوير الحلول للإشكاليات. هناك إشكاليات ليبيا تعاني منها ولذلك حضورها مهم، سيظل مهما سواء كان فيما يتعلق في هذه المحافل، خاصة ونحن ترتبط ليبيا بحدود طويلة وطويلة جدا بتونس والجزائر، وأيضا ليست بعيدة فيما يتعلق بالرؤى فيما يتعلق بالدول الأخرى. ولزاما هنا التنويه أن الجزائر هي التي قامت بإحياء هذه الفكرة وهو أمر جيد، الأجود من ذلك في أن ترى النور وأن ترى أيضا شعوب هذه المناطق أثارها الإيجابية عليها، وهنا لا مجال للضعفاء في عالم اليوم، ولذلك وجود تكتلات ووجود اتحادات ومحاولة قدر الإمكان تنمية القدرات ومحاولة حلحلة الخلافات، كون أن هذا يمكن تفسيره أعتقد بأن القرارات التي تتخذ كثير منها قرارات عاطفية إن صح التعبير، ربما هناك أسباب أخرى، لكن مهما كان لم تكن كبيرة أثر، وعندما يرى الجميع أثارها الإيجابية الجميع سينصاع والجميع سيأتي إلى ذلك، لأنهم في حقيقة بلدانهم وشعوبهم
ليبيا لاستثناء ويظل لزاما ايضا ان عليها ان تسعى من اجل رأب الصدع، ما بين وجود هذه الدول من اجل رأب الصدع افضل من غيابها. تماما أستاذة بنت التقي، في ظل الرفض المتكرر لموريتانيا على هذا التكتل، هل بتقديرك سيتوقف الأمر على رفض الانضمام إليه ورفض الحضور لاجتماعاته، أم أنه سيأخذ شكل آخر من التقارب أكثر من الرباط؟ أعتقد أن موريتانيا يأخذ نفس المسافة من كل الأشقاء، وبالتالي القرار قرار عدم المضي في هكذا مسار يقصي احد الاشقاء والمفارقه انه على خلفيه التكتل والاتحاد، اعتقد انه مبدا موقف مبدئي لدى الواكشوب. وبالتالي اعتقد ان اي تكتل ينظر نظرة استراتيجية ويعتبر وينطلق من المعطيات الجيوستراتيجية، لا يمكنه أن يراهن على تكتل أو اتحاد في غياب موريتانيا أو في غياب المملكة المغربية. هذا بكل واقعية وبكل وضوح، لأنه على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى التاريخي، على كل هذه المستويات تداخلات معقدة جدا بين الشعوب، وتداخلات في المصالح، وتداخلات في مسار بدأ منذ استقلال هذه الدول. وبالتالي وحتى رهانات الآخر على هذا التكتل إذا غابت عنه موريتانيا وغاب عنه المغرب ستكون أعتقد أنها ممكن نسميها لا رهانات. وبالتالي أعتقد أن أي مضي، على كل حال أتفق مع الأخ المتحدث الأخير في أن أي خطوة باتجاه تكتل وحدوي يخدم المنطقة خطوة إيجابية وجيدة ونوايا حسنة، لكنه إذا كان بشكل ويقوم على أرضية الإقصاء والانتقائية فالأمر يعني ينظر له من زاوية أخرى. بالتالي موريتانيا موقعها الاستراتيجي الحساس لا يمكنها أن تقف مكتوبة أيدي، لكن طبعا أعتقد وأتصور أن السياسة التي اعتمدتها موريتانيا لحد الآن لا يمكننا أن نتنبأ ولا لأي موضوع يتنبأ أنها ستقف مكتوبة أيدي، لكنها لن تقف كذلك موقف الاصطفاف، لأنها نأت بنفسها عن الاصطفاف حيال القضايا الكبرى وحتى بعض القضايا والمشاكل البينية التي هي التي تعتبر خنجر في خاصرة الأحلام الوحدوية ومحاولات تكتل، لأن بعض المشاكل البينية بعض الدول لا يوجد لها حل في الأفق لا واقعي ولا، وبالتالي إلى متى سنظل ندفع ثمن هذه المشاكل البينية؟ ندفعها على مستوى تكتل اقتصادي، على مستوى أن نكون قوة وازنة ضاغطة في المنتديات الدولية. بالتالي موريتانيا لن تندفع إلا في اتجاه تعزيز الوحدة الأرضية الوحدوية، وكذلك لن تصطف. وبالتالي أعتقد أن الموقف الذي اتخذته موريتانيا حيال هذا التكتل أعتقد أنه يعبر عن الشعب الموريتاني وأنه منسجم مع مواقفها السابقة. تماماً. وبالتالي نعم. الذي يخدم هو أن يتعقل كل الأشقاء وأن يتجاوز بعض المشاكل والقضايا التي يصر عليها البعض أن تظل باقية وهي لا مبرر لوجودها، وكذلك التشبث ببعض الكيانات التي لا يوجد مبرر ولا يوجد وفق أن تكون دول أو تكون كيانات سياسية في المنطقة، لأننا لسنا بحاجة إلى كيان آخر ولا دولة أخرى لكي ونطارد دخان لكي نلقي واقعيا ما بين هذه الدول من مصالح ومن تداخلات اجتماعية، ونحن نطارد خيط الدخان لذلك. فلا أعتقد أن الشعوب تواقة لهذا التوحد، والعالم كما قال الضيف سابق لا يحترم الضعفاء بقرارة نفسه، ولا مكان فيه لقوة غير قوة ضاغطة منذ فترة طويلة حتى من أواخر القرن الماضي، والعالم تماما. يتكتل تماما. ونحن نتعثر في هذا نعم. المضمار. وعلى كل حال هذه المحاولة وإن كانت مذمنة لو كانت يعني تجاوزت بعض الحساسيات وتجاوزت بعض المشاكل الغير واقعية البينية والغير واقعية يرحب بها الشعوب، ترحب بها تماما أستاذة زينب بهذه الطريقة التقي. نعم أستسمحك لأن الوقت يدركنا تماما. أختم معك دكتور تورشين، برأيك الموقف المتعقل كما وصفته ضيفتي من موريتانيا لموريتانيا، هل هو الموقف الذي سيدفع في النهاية الجزائر وهي التي قائمة على تأسيس هذا التكتل لأن تتراجع خطوات إلى الوراء وتعلن عن انتهائه وتفككه؟
أنا في تقديري يمكن أن يموت سريريا بأن تكون أدواره محدودة كالاتحاد الذي سبقه، لكن لا يمكن للجزائر أن تعلم بأن التحالف قد مضى دون تحقيق أهدافه، لأن دائما حتى نكون أكثر تفاعلا، نحن بشكل أو بآخر نرغب بأن تتوحد القارة الإفريقية جماعة ناهيك عن الدول المغاربية أو ما إلى ذلك، لكن دائما ما تكون هنالك قضايا مرتبطة بالتوجهات الخارجية لبعض القوى التي يمكن أن نصفها بأنها القوى الكبرى أو القوى الإقليمية داخل الاتحاد الإفريقي، ونجد أن هذه القوى مصالحة تتقاطع مع بعضها البعض في كثير من القضايا. فإذا نظرنا قضية الصحراء بأنها قضية معقدة لديناميكيات الصراع في المغرب العربي، فبنجد أن قضية سد النهضة أيضا من القضايا التي أيضا تعقد دول حوض النيل وتجعلها أيضا غير قادرة في المضي قدما في ميثاق دول حوض النيل. ففي كل منطقة بنجد أن هنالك قضايا يعني ذات خصوصية تجعل من أمر الوحدة أمر معقد جدا. فأنا في تقديري يمكن للتحالف المغاربي الجديد أو التكتل المغاربي الجديد أن يناقش مثل هذه القضايا، وأن يكون البروتوكول هو بروتوكول شامل جامع يعالج الإخفاقات التي فشل الاتحاد المغاربي في معالجتها. لكن أنا في تقديري من خلال متابعتي للسياسة الدولية والعلاقات الدولية بشكل عام، لا يمكن أن ننظر لمثل هذه القضايا بمثالية أو بنظرة طوبوية، بإنما هنالك مصالح حقيقية بتسعى الجزائر إلى تحقيقها. وفي الجانب الآخر أيضا المغرب تعمل بشكل حثيث جدا في العديد من الملفات لإبعاد الجزائر، الأمر الذي أنا في تقديري أثار حفيظة الجزائر وجعلها تطرح مثل هذا التكتل. تماما. فأتوقع أن العلاقات بين البلدين ستكون تداعياتها وأثارها كبيرة جدا على المحيط المغاربي بشكل كبير، وحتى دول أفريقيا جنوب الصحراء لا سيما دول الساحل شكرا الأفريقي. لك جدا دكتور محمد ترشين، البحث الشؤون الإفريقية، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، من العاصمة الموريتانية نواكشوط كانت معنا الأستاذة زينب بنت التقي النائبة البرلمانية، ومن طرابلس العاصمة الليبية كان معنا الدكتور محمود إسماعيل الرملي أستاذ الجامعي والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. شاكرة لكم جميعا، وشكر موصول أيضا للأستاذ علي بن عرفة الدبلوماسي التونسي السابق كان ضيفنا في الأستوديو. شكرا لكم مشاهدينا، حتى نعود ونلقاكم في مشهد جديد، نستودعكم الله جميعا، إلى اللقاء.